الكل مدان سواء كانت بريطانيا أو غير بريطانيا، مثل ما معروف أنه حرب كانت حرب كل التحالف الأطلسي شارك بها، حرب يعني غير صحيحة، وحرب يعني لأسباب واهية غير موجودة أصلا أو موجودة على أرض الواقع. هم يريدون أن يسقطوا نظام، دخلوا لإسقاط النظام بحجج واهية غير موجودة، أسلحة دمار شامل وغيرها، هم جاءوا فقط لتدمير هذا البلد. والنتيجة ما نعيشها الآن، يعني تدمير بلد من 1990 لحد هذه اللحظة، الحصار، حرب الخليج الأولى والثانية، وال 13 سنة العجاف اللي نعيشها الآن، وهاي نتيجتها انفجارات دامية، وهذا الانفجار الأخير انفجار منطقة الكرادة لحد الآن 250 جثة. طالب المحكمة بمحاكمة توني بلير، لأنه هو اللي وصلنا لمرحلة يعني دمار العراق من 2003 لحد الآن، تفجيرات، قتل، ذبح، فتنة طائفية.